اوعى دقيقتين بس دقيقتين يا بابا انا هبنس لك يا بابا انا قلت لك الزمالك اللي هيصف يا عم انت عبيط زمالك ما تعفرطنيش بقى وتعصبني الزمالك واحد بس انتوا بقوا بيه ده اسيادكم والله اسيادكم يا عم انت تعبان انت تضرب اخوك عشان يا عم انت اللي مجنون والله انت تعبان في دماغك زمالك مين يا ابني وبتاع مين وفي حد بيشجع الزمالك وانت هتمسك فيا عشان الاهلي ده نمسك فيك عشان يا ابني ما تعفرصنيش يا ابني طب يلا بينا وهنحكم وهنسمعه فوق وهنعرف هيكسبوكوا ثلاثة النهاردة احنا الزمالك واحد بس يابا لما نشوف دلوقتي عيالك يجوا هما اللي هيخلوها شغالة هو فين سم جايين جراح يجيب اخوك تاني هنكسبوك انت بتدور الشكل مع ايه؟ جال اهلاوي ده هنكسبوك وهنوريك يا عم انت تبنيني يا عم سابوكوا ثلاثة يا ابني انت مجنون يا ابني والله انا اللي مجنون يا ابني الزمنكاوي مفيش حد بيشجع الزمالك يا عبيط يا ابني الزمالك بيدوس على اي حد بيدوس على اي حد مش هيكسبوا النهارده برضه وهخليك تشجع الاهلي غصب عنك برضه ده انت باين عليك انهبلت في نافوخه والله انت اللي اتهبلت يا عم ما تقوليش كده موتني عشان ايه عشان الاهلاوي عشان اهلاوي طيب ماشي يلا بينا قوم يا مان شوف مين حاضر يا بابا غير بك اخواتك هات النشره بدل خلصي نشره مين امال هم جايين يتفرجوا على النشره ولا على الماتش يا بابا الماتش يا بابا تعالوا الماتش هيبدا يا عم في ايه في ايه الاهلي هيكسب برضه بتدور ساكن معايا الاهلي هيكسب يا عم الاهلي هيكسب يا رب يا عم خش يا عم روح هنتخانقوا من اولها قبل ما الماتش يبدا عمال يغيظني يقول لي الاهلي هيكسب ومش عارف ايه وانا الزمالك اللي هيكسب انت معايا مع الاهلي ولا الزمالك انا معاك يا عم يلا بينا يلا بينا مش هتقدروا علينا مش هتقدروا علينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا اخرك كده يعني متاخر على الصلاه السلام عليكم صلاه ايه ده الماتش يا عم قبل ما جبت احمد قبل ما جبت احمد وتجيبوا ليه معاكم مش اخوك بس زملكاوي ما كنت جبته ليه النهارده ما هيتحط عليهم ايوه ما هي ماما بس ما يتحط عليك عشان ما نضربش على الكافيتيريا يا حاج احنا الاهلي هنا هناك ينضرب على الكافيتيريا الزملكاويه شويه الاهلاويه كعبهم على عليهم ايوه انت هتنضرب يا يا لا يابا لا يابا عاش ولا كان اللي حط على الزمالك يابا يابا انت العبره بالنهايه يابا احنا الزملكاويه يابا العبره بالنهايه استعدوا للصدمه بقى استعدوا يلا نشوف الماتش ركزوا بقى شويه في الماتش كهربا كهربا استعدوا الفولت العالي يا اهلي يا مدلع الزمالك منك الحمد لله يا زمالك يا بلاش حد غيره ما يلزمناش ابوك بيديني 10 جنيه عشان يسمع النشره يا بابا اتفرج معانا على الماتش خد حاجه خليها معاك وخليه يتفرج على النشره بعد الماتش والله انت وش فاك انت وش فاك طول عمركم كده طول عمركم بتعاملوا معاك كده وانتوا ليه حطيتني عليا كده ليه بابا كده تضربوا انت حتى ب 20 هات عايز انت حاج شغال النشط بعد الماتش هجيبها لك الاهلي اللي هيكسب ان شاء الله باذن الله يا اهلي يلا يا اهلي ايوه يلا يلا يا زمان يلا يا زمان يلا انا يلا يا اهلي يلا يا كهرباء يلا ايه يا عم يلا شوت بس يا بابا احنا على اعصابنا شوت لا ربنا هيكسبوا فيكوا نار يا بيجروا مننا اهلي 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 اوعى بس يا جماعه يلا يلا صوت صوت حته الاسماعيل كده لسه بوابينا اهو هتعصبني يا صنب يلا مالك يا ساره يا عم خليك في حالك يا عم ركز مع الفنانين يلا افشل يلا افشل يلا افشل روح روح يلا 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 حسين شحات حسين شحات مش هتحصل مش هتحصل ان شاء الله خد لنا الكره يلا هات هذا الله هم اللي بيعلموا منك انت
للتبادل. واحد صفر كهرباء للتبادل. كهرباء انا عدوا كهرباء علم عليكم. كهرباء علم عليكم. بابا بفكر اني في حد لسه 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 كهرباء كهرباء بالك منك هيوصل. بس 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 يلا 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 يا عم ما تهدى يا عم. يا حاج في حاج انزل في حاج كهرباء ايه يا عم؟ كهرباء ده اسمه واحد لعيب كورة. حاج لعيب كورة مشهور ايه ده بتاع الاهلي. ما تدعمه هو يا بابا كهرباء تبعهم هم الاهلي. لا لا ده زحمه. كهرباء لابس احمر. بس 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 اضربوا هو اللي قال كهرباء مش احنا. كهرباء هيطلع. كهرباء عون الله عون الله. احنا محمد شريف ان شاء الله لاعب. مش هتكسب محمد شريف هنكسبكم. ما تمدش ايدك على تاني. جول 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 جول. هو دي غلط. اهدى يا عدالة. هو دي يلا 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 يلا. فين فجعتني؟ مالك يا حاج هو الكرة كده يا حاج. خليك هنا دلوقتي اشرب كوباية ليمون. 2-0 يا حبيبي لسه. مين اللي جاي ان شاء الله؟ بص 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 وانت ارضى. يلا 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 اسمع كلامي جرب اسمع الجمالك وانت يلا 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 خليك معانا يلا 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 مالك. ايوه يا حبيبي ايوه يا يلا يلا بقى يا ربي خلاص هو فين بيكلم مين؟ روحاني يا حبيبتي يلا بيكلم الناس بكوره اللي بدهم على قفاه. 3-0 خلاص الماتش خلاص مره بيخلص. ضيع ضيع اربع كور. اربع دقايق اقعد بقى اهدى خلاص اربع دقايق وقت ولا ضايع. يا حبيبي اهدى 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 بس هتجيب حاجه ونيجي. في ايه يابا؟ هتتضرب تحت. هنتضرب كل سنه. وراح فين يا حاج؟ راح فين يا بابا؟ الحاج راح فين؟ يا ولد مبروك عليكم الثلاث اهداف. ليه؟ لا تستنى مني. لا تستنى مني خليك قاعد. يا حكيم اقعد اقعد في الارض. اقعد في الارض. اوعى اوعى اقعد في الارض. انا يا يابا في ناس يا عم مين انت؟ هنروح مشوار ونيجي واحد مشوار. مين؟ دقيقتين بس. دقيقتين؟ بس يا بابا انا هتنسلك يا بابا. يعني ايه يعني انت مع الزمالك ولا ايه؟ شغال النشر. النشر جيب لك كوره برضه. فاضل اربع دقايق على الماتش بابا. طب بص اهو اسمع بقى النشر شوف بيتكلموا على ايه. لعب كوره تاني. يا دي لا روح يا محسن. طب فشتنا العيال. يا جماعه الزمالك منك. ايوه يا اهلي يا اهلي بنتي ما تجيش دعوه بالتيشيرت ده يا بنتي. ده تاجع راسكو ده. ايوه ايوه معلش ده من ايه ان شاء الله تاجع راس. خلاص هو راح ينام راح ينام. اقعدوا بقى كملوا فرحين. ماشي ماشي. انا قول لي هو انت هتسيبه لابس التيشيرت ده كده؟ خليه من نفسه. المفروض يبقى هو عارف بقى ان يلعب. عايزه ايه يا ماما؟ عايزه ايه؟ اهدي بقى مش كسكتوا ارتكتوا. اهدي بقى يا بنت. هما بياكلوا في نفسهم كده. احنا نكسب منكم. اصل احنا اتغلبنا. بقول لك ايه؟ شفت انكم جبتك وين بس ده؟ لا يا حبيبي هما سلوك الكهرباء دي خالص. تنزلنا فين النهارده الكهرباء بتاعكم؟ الحاج سمعنا وتشكل جاي استغرب. هيضربك انت. كمل يا بابا بابا بابا